سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة المساء نستهلها بالعناوين. جلالة الملك يضع الحجر الأساس بالدار البيضاء لإنجاز مركز البحث والتنمية والابتكار وبمسكورة لمركز سوسيو ثقافي. المغرب يتوج بجائزة مجلة وولد فاينانس البريطانية على هامش ندوة الاستثمار بلندن. والمغرب يحتضن القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال بمراكش وندوة صحفية بالرباط لتسليط الضوء على هذا الحدث الكبير. أهلا وسهلا بكم. قبل التفاصيل نشير إلى أننا نستضيف في هذه النشرة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة مباركة بوعيدة. سيدة مباركة بوعيدة مرحبا بك. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بعملة مقاطعة الحي الحسني على وضع الحجر الأساس لبناء مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس بالدار البيضاء الكبرى. ويعكس هذا المشروع الذي رصدت له استثمارات تفوق 43 مليون درهم الحرص الراسخ لجلالة الملك على جعل العنصر البشري يكتسب كل ضروب المعرفة والتأهيل، وكذا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لقطاع البحث والتنمية الذي يعتبر مفتاح التقدم والنمو. كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على وضع الحجر الأساس لبناء مركز سوسيو ثقافي ببوسكورة سينجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل. يحرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أشد الحرص على أن يجعل من المعرفة والتعليم والتكوين والتأهيل والابتكار والإبداع والمواطنة عوامل للتنمية ننطلق منها نحو آفاق البناء المستقبلي الذي يسعى جلالة الملك إلى تحقيقه في إطار استراتيجية واضحة محددة هادفة تقتضي الإنجاز ومبادرات تتطلب التشجيع ومشاريع تستوجب التنفيذ. حرص ملكي دائم وراسخ للاستثمار في العنصر البشري وتحفيزه على الإبداع والخلق المنتج. وقد عمل جلالة الملك على تهيئة الظروف الملائمة للفعل الثقافي المبدع لولوج كل الميادين، ولم تكتفي السياسة التعليمية بالتكوين التأهيلي بل شملت أيضا التجهيزات والبنيات التي تلبي الحاجيات. تكفلت أيضا بإطلاق سلسلة من المبادرات النوعية الكفيلة بتعزيز انفتاح الموارد البشرية على مختلف المهن الجديدة وتحفيزها على ملكة الإبداع والابتكار. يضع جلالة الملك بعمالة مقاطعات الحي الحسني حجر الأساس لبناء مركز للبحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس. ويعكس هذا المشروع الذي رصدت له استثمارات تفوق 43 مليون درهم الحرص السامي على جعل العنصر البشري يكتسب كل ضروب المعرفة والتأهيل، كما يأتي لمواكبة سياسة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك وتعزيز استراتيجية التنمية الصناعية مخطط الإقلاع الصناعي. كما ينسجم إنجاز مركز البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس كفضاء بحثي وعلمي تمام الانسجام مع مضامين التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على ضرورة استكمال تأهيل الشباب وصقل معارفه وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب. وأيضا يسهم هذا المركز في تعزيز قطاع البحث العلمي الذي يظل ركنا أساسيا في أي تنمية اقتصادية وصناعية ورافعة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات الصناعية والاستجابة لحاجيات قطاع التشغيل من الموارد البشرية المؤهلة. إن وضع جلالة الملك لحجر الأساس لبناء مركز للبحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس ومركز سوسيو ثقافي